الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحميه اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده باذن الله تعالى عايز اتكلم عن ثلاث احماض بس ممكن ما تكفيش الثلاث نتكلم في الثلاث احماض ولكن هتكلم في الخمس دقائق دول او العشر دقائق دول زي ما يكون عن حمض النيتريك هل هو فعلا الحمض دهوت يا جماعه هل هو فعلا مفيد للنبات وليه بنستخدمه المفروض حمض النتريك من الاحماض المعدنيه ومن الاحماض الشديده اللي هي ممكن تسبب حرق وتسبب تاكل للاواني اللي انا ببدا عمليه التسميد فيها ولذلك دايما بيكون بنتعامل معاه بالاواني اللي هي مصنوعه من البلاستيك او حتى بالنسبة للمواتير اللي هي بتسحب القصة دي لو ما عنديش فنشوري أو حاجة المواتير بتبقى مصنوعة المراوح بتاعتها من السن ستيل عشان تبقى شديدة وتقاوم التفاعل الكيميائي اللي ممكن يعمله حمض النتريك تمام؟ حمض النتريك مهم جدا للنبات بالاضافه الى ان هو عنصر ومصدر مهم بالنسبة لعنصر النيتروجين فبيعتبر برضو مصدر مهم جدا كمادة لتنظيف النقطات من الانسدادات اللي ممكن بتحصل فيها النقطات بيفضل فيها رواسب إن كانت رواسب أسمدة أو رواسب الهيومك مثلا وده أكتر مشكلة بتواجهنا في الأيام دي الرواسب بتاعت الهيومك ولك إنك تفتح اي نهايه خرطوم من الخراطيم دهيت فهتلاقيه ينزل نتيجه انك بتستخدم هيومك كتير هتلاقيه ينزل لك كميات كبيره من من الرواسب بتاعه الهيومك فخلينا مع حمض النتريك قلنا حمض النتريك تقريبا الرمز الكيميائي بتاعه بيكون اتش ان او 3 وبنسميه حمض النتريك او النيتريك اسيد وبيسميه جابر بن حيان زي ما درسنا في الكيمياء زمان ماء الفضة تمام ده اللي هو حمض النتريك بتكون النسبة المئوية فيه 55% بيحتوي لو حسبته هلاقيه في حدود 13% عنصر نيتروجين، فهو بيستخدم كمنصصدر من مصادر عنصر النيتروجين، ينفع سمت بيه؟ ينفع سمد به لانه مصدر مهم من مصادر النيتروجين، مش كده وبس ده هو كمان بيعتبر بالاضافه الى ان هو ممكن يسلك لي النقطات هو كمان عنصر حمض وبالتالي بينزل لي الحموضه بتاعه التربه، واحنا عارفين بعيدها تاني درجة السبعة بي اتش بتكون نقطة التعادل الأقل منها بيكون حامضي الأعلى منها بيكون قلوي تمام طيب حامضي دي أراضي أوروبا كلها حامضية بسبب إن هم عندهم الأمطار غزيرة هناك وبالتالي بتغسل القواعد الأرضية وبالتالي بيسود الهيدروجين وبالتالي بيؤدي الى بيؤدي الى حموضه التربه. العكس عندنا في الوطن العربي او في المناطق الجافه عموما نظرا لقله الامطار فبالتالي القواعد الارضيه القواعد بتتركز في التربه وبالتالي بترفع من رقم البي اتش عندي فبيكون فوق السبعه وفي بعض الاحيان بيوصل للتسعه. آآ درجة آآ بي اتش تمام فعنصر حمض النتريك لما بضيفه بنزل لي رقم البي اتش ده هوت على الأقل لفترة محدودة وبيبدأ تاني في الارتفاع ما فيش مشكلة ولكن نتيجة لانخفاض رقم البي اتش معظم العناصر بتكون ميسرة ليا وخصوصا العناصر الصغرى ما عدا عنصر الموليبدينام اللي هو دائما وابدا الراجل ميسر ما عندوش اي مشكلة خالص في ارتفاع البي اتش بالعكس ده بيزيد التيسر بتاعه عند ارتفاع رقم البي اتش ده بالنسبة للعناصر الصغرى يعني لحد كده تمام فالاخوه اللي بتسال عن قصه ان انا اسمد حمض نتريك ولا ايه؟ سمد حمض نتريك وانت مرتاح جدا لو عندك مفيش اي مشكله فيه سواء كان 55% او كان آآ آآ 68% في المية. طيب آه السؤال الثاني يا جماعة آه نسمده بـ آه ايه بـ بنسبة قد ايه احنا قلنا آه في الخمسة وخمسين في المية تقريبا الكيلو من حمض النتريك الكيلو من حمض النتريك بيعادل تقريبا نص كيلو نترات نشادر يعني حضرتك لو عندك بيت في 1200 نبات لو انت بتضيف له 2 كيلو على حسب ما احنا ممكن نبدا بكيلو وبننتهي ب 2 كيلو في البيوت لما بيكون في حاله جامعة او كده فلو عند حضرتك كيلو من حمض لو بتضيف كيلو من نترات النشادر بالنسبه عندنا في مصر للبيت اللي هو 1200 نبات ممكن حضرتك تضيف في حدود 2 كيلو حمض نتريك ما فيش اي مشكله خالص 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 ولو انت بتضيف 2 كيلو ممكن تضيف 4 كيلو لو انت بتضيف 2 كيلو نترات النشادر وعندك 68% التركيز بتاع حمض النتريك ممكن نضيف في حدود 3 كيلو حمض النتريك ما فيش اي مشكله لو النبات في حالته الاخيره تمام قصة جميلة جدا أنا بحب بصراحة يا جماعة أعملها بأمانة يعني بالنسبة لحمض الـ الـ النتريك وحمض الكبريتيك الاثنين أنا بحب أسميتهم في بداية الري بمعنى برضو هتقول لي ليه أقول لك والله من خلال الخبرة أنا ما درستهاش والله ولكن من خلال الخبرة بتاعتي في تغذية النبات إن كان البيوت المحمية أو بره فبلاحظ أن أنا آه عندي آه لما بسمت في الاول لو عندي ربع ساعه ري او 15 دقيقه ري في بدايه الري بسمت حمض النتريك وادي خمس دقائق ميه بحيث حمض النتريك اول ما بينزل بنزل لي على طول مع الميه بنزل لي رقم البي اتش بتاعي ممكن اسمت في الاخر عناصر آه صغرى بتلاقي الـ الـ الحاله الارضيه عندي تحت جذور النبات آه حامضيه وبالتالي بيقدر النبات في الكم ساعه اللي منخفض فيهم البي اتش آه يمتص حاجته من العناصر الغذائيه وبتبقى العمليه ديت بلاحظ ان هي والله بتبقى روعه 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 وبتدي نتائج مذهله ونتائج ممتازه جدا جدا لان المشكله مش ان انا اخفض البي اتش يا جماعه بتاع التربه اللي هو بيمسك لي معظم العناصر وخصوصا في الاراضي الجريه والاراضي اللي هي فيها نسبه عاليه من كربونات الكالسيوم مشكلة مش ان انا انزل البي اتش لا المشكلة ان انا احافظ على الحموضه بتاعه التربه او البي اتش في الحدود اللي تسمح الى حد ما بامتصاص جميع العناصر الغذائيه بتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتم من قصه حمض النتريك حمض النتريك باختصاره في ثلاث نقاط هو مصدر مهم جدا للازوت مصدر مهم جدا 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 لان هو بنضف النقطات مصدر مهم جدا في ان هو بيخفض لرقم رقم البي اتش بتاع التربه فيش مشكله خالص لو متوافر عندك يا ريت من اعظم فوائد الحمض النتريك وانا خليتها لك للاخر خالص وحط تحتها مليون خط بالنسبه للجماعه اللي ما يقدرش يشتري نترات كالسيوم ممكن حضرتك تضيف شوية مية مع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة كيلو سلفات بوتاسيوم وبتضيف عليهم حمض النتريك ب 5 لت 5 كيلو مثلا، ببيتهم بيحول لك إلى حد ما جزء كبير من سلفات البوتاسيوم إلى نترات بوتاسيوم ودي آه بنقدر نتغلب بيها على قصة البلاد اللي بيمنع فيها استخدام نترات البوتاسيوم أو بتكون بنسبة عالية. معلش أنا عندي نفسي دايمًا في مش عارف ليه آه من وأنا حاطه صغير في حتة الكالسيوم والبوتاسيوم بخلطهم فعلا حد لقى يعني حاجة يعني علم مكشوفة قوي زي اخ برضه بيراسلني فبقول لي انت بتقول الكالسيوم في في البتاع لا انا اقصد البوتاسيوم يا عم عمر الكالسيوم ما كان في يعني فما تزعلش قوي لا هو الـ الـ انا بقصد البوتاسيوم طبعا مش يعني لسه يعني مجاليس زهايمر <applause> تمام بس يعني واستخدم حمض النتريك ما فيش اي مشكلة فيه وبقول ان هو بيسر لي كمية كبيرة من سلفات البوتاسيوم إلى نترات بوتاسيوم آه بس يا ريت ما تستخدمش حمض النتريك آه وانت نرفز يعني عشان ما ممكن يعني تتنرفز آه تت كده وبتوع الأسطح طبعا ما بيستخدموهوش يعني تمام آه بس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته